السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حفظكم الله تعالى ورعاكم وسدد خطاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبينكم قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منى ومزدلفة. أيام قليلة وسوف ينطلق موسم الحج إلى البقاع المقدسة، حيث يجتمع المسلمون والمسلمات من كل بلاد المعمور للوقوف عند شعائر الدين، عند الكعبة المشرفة وعند جبل عرفة وعند الصفا والمروة، يعظمون شعائر الله ويذكرون الله تعالى في أيام معدودات. وبهذه المناسبة أيها الأحبة الكرام، نريد أن نستحضر حجة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإسلام له 5 أركان، والركن الخامس من أركان الدين هو الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولا يمكن للمسلم أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا إلا إذا تأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نوجه هذه الحلقة إلى كل حجاج بيت الله الحرام، نذكرهم بكيفية حجة النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نصفها كيف كانت وكأنك تراها رأي العين، وبالتالي إذا قمنا بالاقتداء بها إن شاء الله تعالى يكون حجنا مقبولا وطاعتنا تكون عند الله تعالى مرضية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر حياته، تجاوز 63 من عمره، آخر عمره، لم يتبقى له من عمره إلا تقريبا بضعة أسابيع، تقريبا العلماء ذكروا حوالي 72 يوما لما فرغ من الحج انتقل إلى الرفيق الأعلى. في هذه الأيام الأخيرة من عمره جاءه الأمر الإلهي بأن يؤدي مناسك الحج، فقام صلى الله عليه وسلم مؤذنا في الصحابة ليقوم بهذا الفرض الرباني، استجابة لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقام صلى الله عليه وسلم ونادى في الصحابة رضي الله عنهم لكي يحجوا معه، وقال: أيها الناس، اسمعوا قولي وخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الكلام خرجوا عازمين الحج، وأقبلوا من كل حدب وصوب، تجمع العشرات ثم المئات ثم الآلاف، حتى تجاوز العدد 120,000 صحابي. 120,000 صحابي، الناس فيهم كبارا وصغارا، شبابا وشيبا وأطفالا، وبدأوا كلهم يقولون: يا رسول الله، كيف نحج؟ فبدأ صلى الله عليه وسلم يريهم المناسك. أول شيء فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه تجرد لإحرامه، وأمرهم جميعا أن يتجردوا لإحرامهم، أن يزيلوا عنهم الملابس الداخلية
ويكتفوا بإزار ورداء أبيضين. ثم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليه هذا الإزار بعد أن قلم أظافره وحلق عانته وحلق إبطيه واغتسل ولبس هذا الإحرام، ففعل الناس مثله. ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يودع أهله ومعارفه ممن سيمكتون، وقال: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فصلى ركعتي السفر، صلى الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. وحينما فرغ من الركعتين قرأ آية الكرسي، وحينما خرج من بيته بدأ يذكر بعض الأذكار، منها أنه قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ثم بدأ النبي الكريم يسير ويتبعه أعداد عظيمة من الحجاج من الصحابة رضي الله عنهم، فأهل من ميقات ذو الحليفة لأنه كان في المدينة المنورة وسوف يتجه إلى مكة المكرمة، والمسافة الفاصلة بين مكة المكرمة وبين المدينة المنورة 450 كيلومترا وزيادة، وكان سيقضيها مشيا بعضهم على الأقدام وبعضهم على الركوب، إما على الجمال وإما على الخيل وإما على البغال. حينما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فسمع الصحابة هذا الدعاء، دعاء الركوب، دعاء السفر، فقالوا مثله. وبدأ الناس يتدافعون، كلهم يريد الحج، فبدأ الناس يسألون النبي الكريم، ودائما كان يجيبهم. إذا بامرأة معها صبي لا يمكن أن تدعه هناك وحده في المدينة ويتريد الحج قاصدة مكة، فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا حبيب الله، هذا صبي الصغير أريد أن أرافقه معي، هل له من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم له حج ولك أجر، لك حج له حج ولك أجر. ثم قام صحابي آخر وقال: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أي نعم، حج عن أبيك، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أولى. وقامت امرأة وقالت: يا رسول الله، إن أمي مريضة لا تستطيع أن تثبت على فراشها، أحج عنها؟ قال: أي نعم، حج عنها ولك أجر. وهكذا بدأ الناس يسألون النبي الكريم وهو يجيبهم، حتى قام صحابي آخر وقال: يا رسول الله، أريد أن أحج عن أخي اسمه شبرمة، لقد مات وكان يتمنى أن يحج. فقال: أي نعم، ولكن هل حججت على نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن أخيك شبرمة، لابد أن تحج أنت أولا حجة الإسلام، وبعد ذلك في المرة الثانية لك أن تحج عن من شئت. وبدأ صلى الله عليه وسلم يجيب كل واحد ويسير في الطريق، وكان يوصيهم يقول: عليكم بالهوينة وحافظوا على النظام، وإياكم والرفث، وإياكم والفسوق، وإياكم والجدال. كان يقول ويذكرهم بقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الحج كان يوصي بالآيات القرآنية ويقدم أحاديث نبوية فيها توجيهات وإرشادات حول مناسك الحج، ويوصيهم بالتقوى، ويوصيهم بالتمسك بالأخلاق الفاضلة. وفي لحظة وجد أم المؤمنين عائشة تبكي، فقال لها: يا عائشة لما تبكي؟ ما لك؟ هل نفست؟ هل حضت؟ قالت: نعم يا رسول الله، لقد حضت، وما دمت حضت قد فقدت طهارتي، فكيف لي أن أحافظ على الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبتسما: يا عائشة، ألم تعلمي أن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم؟ فقالت: ماذا أفعل يا رسول الله إذن؟ قال: اصنعي كل ما يصنعه الحاج، اتبعينا وفعلي كل ما يفعل الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما أوشك بدأ يرفع صوته بالتوحيد ويهل بالتلبية ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان سيدنا النبي يرفع صوته ويقول: لقد آتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فبدأ الصحابة جميعهم يرفعون أصواتهم بالتلبية خلفه، وكان الجو عظيما، أكثر من 120,000 من الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية، والأصوات تسمع مزلزلة في أرجاء مكة وما حولها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصار الصحابة رضي الله عنهم يأمهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي يأمه جبريل عليه السلام ويقول: خذوا عني مناسككم. وصار يرفع صوته بالتلبية من المدينة من ذي الحليفة إلى أن وصل إلى مكة المكرمة. وكان سيدنا النبي يحب مكة لأنها موطن ولادته ونشأته ومهبط الوحي عليه. حينما اقترب من مكة المكرمة وظهرت له هناك بدأ يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمنا على النار، وأمنا من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا من أوليائك، واجعلنا من أهل طاعتك. وصار الصحابة يقولون مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يباركون هذه الأرض السعيدة، أرض مكة التي فيها الحرم وفيها البيت العتيق، ودعا الله تعالى لها بالأمن، ودعا الله تعالى أن يحرم أجسادنا عن النار، وأن يجعلنا من أهله وأهل طاعته. وحينما وصل النبي الكريم إلى مكة المكرمة ودخل إليها ووطأ بقدميه الشريفتين على ترابها، كان فرحا مسرورا، وهو الذي أخرج منها عنوة ليلة الهجرة لما أخرجوه من بلده، ها هو الآن يعود إليها منتصرا، ويعود إليها حاجا محرما، ومعه آلاف من الصحابة من الرجال والنساء. لما رآها النبي الكريم ووطأ بقدميه الشريفتين عليها تهللت أساريه وابتسم وفرح وسر، وصار يقول: اللهم البلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأم طاعتك، متبعا لأمرك، أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك، أن تستقبلني بعفوك، وأن تتجاوز عني برحمتك، وأن تدخلني جنتك. وصار الصحابة رضي الله عنهم يقولون مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل سيدنا النبي إلى المسجد الحرام دخل من باب السلام وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم لما رأى الكعبة المشرفة وكان محروما منها، حرم أكثر من 10 سنوات من رؤية الكعبة المشرفة، الآن وقد صار أمامها
رفع يديه إلى السماء مهللا وهو يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحصن حول الكعبة المشرفة واستلم الحجر الأسود وقبله وقال: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. فردد الصحابة من خلفه يقولون: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع وأمر الصحابة الرجال أن يضطبعوا، وهي أنهم يقومون بتعرية الكتف الأيمن، ثم أمرهم بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى أنه يجري جريا خفيفا للرجال دون النساء، وبدأ يطوف حول الكعبة المشرفة، رمل في الأشواط الثلاثة ومشى في الأشواط الأربعة الباقية، وبدأ يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان يردد دوما: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبورا يا عزيز يا غفور. دائما يكرر هذا الدعاء بين الفينة والأخرى، ثم يبدأ في التسبيح والتكبير: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وكل مرة يدعو الله بالمغفرة والرحمة فيقول: اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ويسير هكذا في الدعاء إلى أن يصل إلى الركن اليماني. بين الركن اليماني والحجر الأسود كان يتوقف قليلا ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصار النبي الكريم يفعل هكذا إلى أن أتم سبعة أشواط، بدأ من الحجر الأسود وانتهى إليه. وحينما استكمل الأشواط السبعة وخلفه الصحابة من الرجال والنساء والذكور والإناث، اختلاط، لكنه اختلاط فيه أدب وفيه حياء وليس فيه ازدحام. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من الطواف اتجه نحو مقام إبراهيم فصلى ركعتي الطواف إلى المقام وقال: خذوا عني مناسككم، افعلوا مثل ما أفعل. وتلا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكبر صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خفيفتين عند مقام إبراهيم، الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. ثم قام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأتى ماء زمزم فشرب هناك وتضلع، وأمر الصحابة أن يشربوا وأن يتضلعوا، وكان يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. ثم رجع النبي الكريم بعد شرب ماء زمزم وقبل الحجر الأسود، وبعد أن أخذ قسطا من الراحة قليلا انطلق وخلفه الآلاف من الصحابة، هو إمامهم دوما، هو الإمام، وجبريل هو إمام النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا جبريل يوضح للنبي الكريم المناسك، وكان النبي الكريم يأخذ من جبريل ويعلم صحابته الكرام. فمناسك الحج كلها تعبدية،
أرادها الله تعالى أن تكون هكذا. انطلق النبي الكريم حتى رقى جبل الصفا، ولما وصل إليه رأى البيت فاستقبله وكبر 3 مرات، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 تكبيرات، ثم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ثم تلا الآيات القرآنية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أيها الناس ابدأوا بما بدأ بالله. بعضهم قالوا من أين نبدأ؟ نبدأ من الصفا أم نبدأ من المروة؟ قال ابدأوا بما بدأ به الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزع منا حتى تتوفانا ونحن مسلمين. كان سيدنا النبي يردد هذه الأدعية، وخلفه كان الصحابة يرددون ذلك، وكان كل هبوط أو صعود من الصفا كان يقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يقول هذا الكلام والصحابة يرددون خلفه 120,000 يرددون نفس الكلام، وكانت أجواء مكة وأرجاؤها تهتز بهذه الأصوات الربانية. ولما كان يصير صلى الله عليه وسلم إلى واحد منطقة الآن صار فيها ميلين أخضرين، كان يردد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسار صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة، فوقف عند الصفا 4 مرات ووقف عند المروة 3 مرات، والجمع هو 7 أشواط. وبعد أن أتم السعي قال ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا. ثم لما فرغ من الطواف والسعي بدأ يقصر شعره، فحلق شعره وقال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. ثم أمر النساء أن يقصرن أيضا فقط قدر أنملة. وحينما حلق النبي الكريم شعره قال الحمد لله على ما هدانا، الحمد لله على ما أنعم به علينا، اللهم هذه نواصينا فتقبل منا واغفر لنا. ثم قال اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة. وهكذا بدأت مناسك الحج إلى أن وصل يوم التامم من ذي الحجة، يوم التروية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى مع هؤلاء الصحابة، فصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلوا بالتقصير، وبات سيدنا النبي في منى. وفي اليوم التاسع غدا مع الصحابة رضي الله عنهم إلى عرفات،
ذاكرين الله عز وجل. وكان المشهد مهيبا، الحج عرفة، هذا اليوم عظيم. قال فيه صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، فما طلعت الشمس على يوم خير عند الله من ذلك اليوم، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله في الرقاب من يوم عرفة، فهو يوم العتق من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فصار الصحابة كلهم يرفعون أصواتهم ويقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال أنس رضي الله عنه وهو يصور ويحكي هذه الشعائر والمناسك في الحج، قال: فمن الملبي ومن المهلل ومن المكبر، لم يعب أحد منا على الآخر. منهم من يقول لبيك اللهم لبيك، ومنهم من يقول لا إله إلا الله، ومنهم من يقول الله أكبر الله أكبر، لم يعب أحد منهم على الآخر. المهم الكل يذكر الله، ذكر الله اجتمعوا عليه. فلما أتى النبي صلى الله عليه إلى عرفات نزل بمسجد نمرة، وهنالك النبي الكريم سوف يصلي بالناس ويخطب خطبته المعروفة بحجة الوداع. جمع الصحابة رضي الله عنهم وذكر هذه الخطبة التي جمعت مقاصد الإسلام. الصحابة كانوا بأعداد كبيرة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فتح الله قلوبهم وفتح أسماعهم ليستمعوا إلى هذه الخطبة الجامعة النافعة التي أحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام. ووقف صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مما قالوا في هذه الخطبة: أيها الناس، أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقف هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تقرؤونه بيوتكم، ولا ياتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولي. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده، كتاب الله وسنة نبيه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
فقالوا نعم يا رسول الله، ثم قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب والسلام عليكم. هكذا باختصار أيها الأحبة الكرام كانت حجة الوداع وخطبتها في عرفة، فنزل بعدها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآيات وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال هيا نندفع نحو من عرفات نحو المشعر الحرام، فبدأ الناس يندفعون وبدأوا يسيرون نحو مزدلفة. لما غابت الشمس بعد الفراغ من الدعاء الطويل العريض الخاشع بدأ الناس يندفعون من عرفات إلى مزدلفة. يقول أنس رضي الله عنه وهو يصف رسول الأمة وهو يدفع من عرفات قال كنت أرى الناس أمامي مد البصر، وأرى الناس ورائي مد البصر، وأرى الناس عن يميني وشمالي مد البصر، ورسول الله يقول أيها الناس السكينة 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 لا تتدافعوا. فلما وصل إلى مزدلفة أخر المغرب والعشاء وصلاهما جمع تأخير بالتقصير، وقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فصار الناس يذكرون الله تعالى ذكرا كثيرا عند المشعر الحرام. سيدنا النبي خفف عن الضعف والعجز وكبار السن وأمر بهم أن يدفعوا نحو منى، يعودوا إلى منى، لأن المقام في المزدلفة في المشعر الحرام شاق على الضعفاء وكبار السن والأطفال. فبعد منتصف الليل خفف عنهم لكي يرجعوا إلى منى، وبقي عموم الصحابة حتى صلوا الفجر. وفي صباح يوم العيد يوم النحر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى منى وحياها برمي جمرة العقبة سبع حصيات. أمر الفضل رضي التقطها بمزدلفة وقال أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فكان يرمون بحصات صغيرة بين الحمصة والفولة. وبعدها حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فأعطى الحلاق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم تحلل التحلل الأصغر، وبعد ذلك قال لكم أيها الرجال ما يباح كل شيء إلا النساء، مذكرا بقول الله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فوقف النبي للناس يسألونه فخفف عنهم ويسر عليهم، ثم مضى إلى مكة إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وطاف على بعيره يوم النحر، لأن الناس ركبوه وأحبوا أن يروا ما يفعله النبي في مناسكه. كان يركب فوق البعير والناس حوله يسيرون على الأقدام وهو فوق بعيره ليرونه ما يفعل فيتخذونه سنة. وفي ليلة الحادي عشر انتظر النبي الكريم حتى زالت الشمس، فبدأ بجمرة الصغرى يرجمها بسبع حصيات التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات، وكان يرفع كفيه ويدعو الله تعالى، ورمى الجمرة الوسطى أيضا بسبع حصيات، ثم أسهل ودعا، ثم رمى جمرة العقبة فأتم الرمي ثلاث جمرات. وبعض الصحابة كانوا يسألونه يا رسول الله رميت بعد أن أمسيت، فيقول لا حرج، فعلت كذا بعد كذا، فيقول لا حرج. وكان صلى الله عليه وسلم يتمثل قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي اليوم الآخر قال من يتعجل فليرمي الجمرات ومن أراد أن يبقى فليبقى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من تقى. ثم قال صلى الله عليه وسلم آخر عهدكم أيها الأحباب بالبيت يكون طوافا. أمر الناس بطواف الوداع فطافوا طواف الوداع، وقال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. ولما انتهى من طواف الوداع قفل راجعا إلى بلدته، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي فرض عليك الكتاب لرادك إلى معاد. هكذا أيها الأحبة الكرام كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حجة واحدة حجها وبعدها انتقل إلى الرفيق الأعلى، كانت تسمى حجة الوداع
وفيها خطبة حجة الوداع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا أن نزور البقاع المقدسة وأن نؤدي مناسك الحج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة وكيفما فعلها صحابته الكرام من الأنصار والمهاجرين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم، كما جمعتنا في هذا الموقف اجمعنا قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منى ومزدلفة، واجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارتنا لن تبورا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. أيها الأحبة اللحظة نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم، أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع فاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، نجدد الترحاب بكم ويسعدنا استقبال مكالماتكم، ونبدأ أول مكالمة من إقليم المحمدية مع أخينا سيدي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا طيب، بخير لاباس عليك. الله يحفظكم مولاي، بارك الله فيكم. لا بس لا حافظك، كل شيء بخير الحمد لله. شكرا مولاي، عزكم الله. وصولك أخويا على الصالة. أيه مولاي؟ طبعا أنا كين في واحد البلاصة فيها البرد. أيه؟ ما كينش فين تدرك باش نتسنجا. أيه؟ وكان تيمم وكنصلي. واخا خويا بإذن الله. وما يجي واحد دعي والله حافظك دعي لي ما واحد دري وليدي. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم، عنده مسكين سرطان عند الدم. الله يشافيه ويعافيه يا رب. دائما الله يحفظك. شي دعوات شي اللي بغيت تسولك ودي السي طيب. مرحبا سيدي احمد، الله يطول عمرك اخويا، بارك الله فيك. الله فيك، بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا لك، وزادك الله تعالى حرصا على الصلاه. الصلاه سيدي احمد كما لا يخفى على كريم علمكم انها عماد الدين. دين بلا صلاه دين ناقص جدا جدا. الصلاة هي التي تجعل الإنسان قريبا من الله، لأن نحن غايتنا من الصلاة ما هي الغاية؟ هي أن نقترب من الله. أسجد واقترب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان على قدر ما كان قريبا من الله يحقق العبودية. لما نكون قريبين من الله نحقق العبودية، فإذا حققنا العبودية مع الله حقق لنا هو الربوبية، هو يحقق لنا الربوبية. ما معناها؟ احنا لما نكون عبيدا لله خاشعين ربنا يتولانا بالربوبية، فتجد كل حياتك منتظمة، تجد حياتك طيبة، تجد حياتك مستقيمة. ربنا يدفع عنك الأذى ويدفع عنك الشر ويدفع عنك الفقر ويدفع عنك المرض، لأنه يتولاك بالربوبية ما دمت أنت حققت العبودية. والعبودية هي لما تصلي وتقترب، أسجد واقترب. لهذا لكي نقترب من الله لابد أن نكون على طهارة تامة. لا يقبل الله عز وجل من يأتيه وهو نجس أو غير متوضئ، لابد أن نحافظ على النظافة والطهارة في الصلاة. وأول ما نبدأ به هو حينما يتفرغ الإنسان أو يتبول أعزكم الله، فإنه يستنجي أو يستجمر. يستنجي إذا كان هناك الماء، الماء إذا كان موجود إنسان ضروري أنه يستنجي ويتطهر. فإذا لم يكن هناك ماء وكان هناك خلاء فيستجمر بالحجارة، إذا لم يكن هناك ماء في الصحاري وفي الأماكن الفارغة جدا. المهم أنك تتطهر. فأخي الفاضل، التيمم هنا هو لا يكون إلا عند الضرورة، لأن المفروض أن الإنسان يتوضأ بالماء. ولست أتصور هذا المكان الذي أنت فيه اللي هو كله خلاء وليس هناك فيه مكان. ممكن أختفي وراء شجرة، أختفي وراء حائط،
أختفي عن الأنظار، لابد أن أجد هناك إما شجر وإما حجر أختفي وراءه وأقوم بالاستنجاء أو الاستجمار ثم أتوضأ. ما دام الماء موجود ينبغي أن أتوضأ. متى ألجأ إلى التيمم؟ ألجأ إليه في حالتين اثنتين، إما عدم وجود الماء، ليس هناك ماء، هناك مكان فارغ وجاف وقاحل ليس هناك ماء، آنذاك يحل لي أن أتيمم. الأمر الثاني، هناك ماء لكن يتعذر علي استعماله، إما عندي جرح إذا توضأت فإن ذلك الجرح لا يندمل بل قد يزداد ضرره أو شيء من هذا القبيل، إذا كان هناك وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله. إذا كان هناك ضرر خفيف فيتحمل، أما إذا كان هناك ضرر بالغ أنذاك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأخي سي محمد سي أحمد، أحرص على أنك تتوضأ ولا تلجأ إلى التيمم إلا عند الضرورة، فإذا اضطررتم فلا إثم عليكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا الولد، أسأل الله تعالى أن يشافيه ويعافيه ويداويه. الله ينبته نبتا حسنا، وهذا الجمعة المعظمة عند الله تعالى يتولاه بالعناية والرعاية الكاملة، وترى فيه ما يسرك ويكون إن شاء الله قرة عينك وفرحة قلبك، وتشوف إن شاء الله تعالى مباركا بين أقرانه. آمين آمين يا أكرم الأكرمين. إلى إقليم شيشوا معنا للا حياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بنتي حياة. الحاج لبس عليك. لبس بنتي الله يبارك فيك. بغيتك عافاك الدعاء ليا مع أمي تضرها رجليها. لا إله إلا الله، الله يشافي وعافي يا رب، الله يشافي وعافي يا رب. وبغيتك الدعاء معايا عندي الجهاوي قريب. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم، يا رحمن يا رحيم يا رب. إن شاء الله بنتي حياة، إن شاء الله يا ربي بارك الله فيك بنتي، الله يطول عمرك ويبارك فيك. للمرض الأقدام له أسبابه يعلمها الأطباء والخبراء في هذا الميدان، إما بسبب الوزن الزائد وإما بسبب عدم المشي، إنسان يعتاد الجلوس، فلهذا الإنسان يحرص على أنه يمشي كثير ويحرص على أن ينقص من الوزن لكي يبقى دائما الأقدام زينة. ثم الأقدام أحسن شيء باش نحافظوا عليهم هي الرياضة والمشي السريع، وأحسن مشين هو الخطى إلى المساجد. هذه وصية للسادة المستمعين، اكثروا الخطى إلى المساجد. كيجي وقت الصلاة كنت مغادر الجامع ذهابا وإيابا، وجميل أنني لا أستعمل السيارة، أسير على الأقدام، لأن الأقدام فيها أجر وتواب، ترفع درجة وتمحو سيئة وتزيد حسنة. وكذلك نصل الرحم، نمشي وندير صلة الرحم، نزور العائلة ونزور الأحباب على الأقدام، لأن الخطوات لله صلة الرحم أيضا تشفي. الشفاء كما يكون بالدواء المعروف عند الأطباء يكون كذلك ببعض الحسنات، الخطى إلى المساجد وزيارة العائلات، خصوصا العائلة اللي مع عندي معها شنآن وخصام، كنقول الله على الشيطان وكنمشي عندهم ندق عليهم الباب وكنمشي بالأقدام. هذاك المشي الخطى بصلة الرحم هو شفاء. كذلك من الأمور ربما التي تشفي من الأقدام، وقد رأيت عند بعض الأحبة، أن الإنسان يستعمل ما يسمى بالحجامة. الحجامة على الطريقة السنية الصحيحة والطبية الصحيحة، الحجامة مفيدة جدا، لأنك يكون هناك في بعض المفاصل والعروق يكون واحد التشنج في المسالك ديال العروق بدم فاسد، فلما تتم هذه الحجامة يزول الدم الفاسد وكتسرح المسالك ديال العروق. راه بزاف ديال الناس عندهم مرض الركابي وغيرها، ماشي من المفاصل، ماشي من البرودة، ماشي من الغضروف، كيكون في الغالب تشنج المسالك الدموية. وعلاجها بسيط جدا هو أن تخضع للحجامة، وهي من السنة النبوية الشريفة، ويخضع لها الكثير من الناس، خصوصا بعد زمن الكورونا الكثير من الناس استعملوا الحجامة وصاروا يشعرون براحة وسكينة وخفة ونشاط.
للحياة. نسأل الله تعالى أن يشافي الوالدة، اللهم شافيها وعافيها وداويها، اللهم جبر عظمها وقوي شكيمتها، اللهم اشفيها وارزق الصحة والعافية وتمام العافية يا ربي يا كريم، وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. وأسأل الله تعالى بنت حياة أن يعينك على الامتحانات، طلبتنا وتلامذتنا مقبلون على الامتحانات وخزن الجهوي قريبا. أسأل الله تعالى أن يرزق جميع أبنائنا وبناتنا فهم سيدنا سليمان وحكمة سيدنا لقمان، ويمتعهم بقوة الذاكرة وقوة الحافظة وحسن الإجابة. بنت حياة الله يعطيك النجاح ويعطيك الفلاح ويفرحك بالميمة ويجمع الشمل ديالكم ويسعد القلوب ديالكم. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.